حد يقول انت اشبع. يا اخوانا يا اخوانا حد يرد على الراجل يا جدعان. مش عارفين ننام، الله يخرب بيوتكم. يا جماعه حد يشوف لنا دكتور. ابو بقى واستحمل ما تقفناش معاك في ليلتك السودا دي. يا بطني. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقيك ما نمتش طول الليل. المسكين فتحوا عليه الزنزانة النهاردة لقوه بين الحياة والموت. ده الأخ عبد الرحيم دعا لنا دعاء عشان خلصنا له موضوع البيات مع عبد الطاغوت محسن عرف الفاسد المعفن. أي نعم لهب 500 جنيه مرة واحدة بس ما يغلوش عليه. إيه؟ اتلفت ليه؟ لا اكون فاكر ان في حد هنا بيراقبنا ولا حاسس بينا اصلا. ما راقبوناش ليه؟ مش جايز يكونوا جايبيني هنا مخصوص عشان يشوفوا اذا كان عندي استعداد اتورط مع جماعات ارهابيه ولا لا. يا عيني على الخيال. وانت بالنسبه لهم ايه؟ انت مجرد رقم في قضيه اتقفلت وخلصنا وجابوك هنا ويا عالم هيفتكروك امتى؟ طب لما انا كده انت عايز مني ايه بالظبط؟ سبحان الله يا اخي استجدعتك وصعبان عليا حالك. انما ياكل الذئب الشارده من الغنم ويد الله مع الجماعه. خليك معانا احسن لك يا باشمهندس. طب وايه المقابل؟ هو لازم يبقى في مقابل؟ طبعا. هو في حاجه في الزمان ده من غير مقابل؟ لا لا مش عندنا احنا الكلام ده. يعني انتوا دفعتوا 500 جنيه حبا في عبد الرحيم. فاكرهم 500 جنيه مرة واحدة؟ لا دول 500 جنيه كل شهر. كمان؟ ليه بقى؟ هو للدرجة دي عبد الرحيم هيفكوا في التنظيم بتاعكم؟ مين قال لك إن إحنا عندنا تنظيم؟ أكيد يعني. أمال بتعملوا كده ليه؟ لأن ده واجبنا يا أخي الكريم. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. يشد بعضه بعضا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بس تقدر تقول لي بقى ازاي عبد الرحيم هيسدد لكم الفلوس اللي انتوا بتدفعوها له؟ ومين قال لك ان احنا عايزين نسددها؟ شفت؟ اهو يبقى اكيد في غرض تاني. غرض ايه؟ احنا بنعمل معاكم اللي اتعامل معانا قبل كده، ده سلف ودين. طب انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين؟ ضروري يعني؟ يا ريت. ربك ساترها. لينا اخوه بره السجن عارفين ان من مصارف الزكاه الانفاق على الاسرى، ونحن جميعا اسرى نظام الطاغوت، وانت اسير زينا، لابد ان ينالك نصيب من ما ينالنا. ده حقك. انا بقى ماليش حق عند حد. انا حقي الوحيد ان انا اخد براءه واطلع من هنا عشان انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه يا باي. يا اخي غريبة قوي. الاخ عبد الرحيم قال لنا ان انت كان دمك خفيف جدا قبل ما تيجي هنا. ده انت عصبي ومكشر، ايه في ايه؟ مفيش حاجة. احتمال اخد اعدام، حاجة بسيطة يعني. انت بتضحك؟ بقول لك احتمال اخد اعدام. يا رجل اتقي الله في نفسك، اعدام ايه؟ مين قال لك ان هم هيعدموك؟ ده في اخوة لينا هنا كتير جدا خدوا احكام ولسه ما اتنفذتش، ويا عالم هتتنفذ امتى؟ وهم سايبينهم متلقحين. تعرفش ليه؟ جايز عايزين يدبسوهم في مصايب تانية جديدة. يا نهار اسود، يا عم ابوس رجلك، ابوس رجلك، بلاش تطمني وبلاش تقول لي المعلومات اللي ربنا لازقك بيها، عشان انا بتنيل على عيني اكتر كل ما بتنورني بيها. عندك حق، عندك حق. اصل السجن بيدمر قدرة الانسان على التواصل الاجتماعي. شوف يا سيدي، انا لقيت لك حل وسط في موضوع الفلوس ده. لو موضوع الفلوس ده يعني مضايق كرامتك اللي انا معجب بيها والله. ايه رايك تعتبر ان احنا بندفعهولك ده مرتب نظير خدمات؟ ايه؟
دي ما تعرفهاش دي كمان؟ دي مسألة مشهورة جدا في السجون. يعني لما بيبقى في مسجون عنده ضيق أو عايز يصرف نفسه جوه السجن بيشتغل خدمات عند مساجين تانيين. ما أكذبش عليك، هما بيبقوا تجار مخدرات ومزورين، بيشتغل عندهم، يغسل لهم فرشتهم، لبسهم، يطبخ لهم، حاجات زي كده. لا مؤاخذة، أنت باين عليك اتجننت يا دكتور. تعالى بس تعالى تعالى. معلش، ما أنا قلت لك إن التواصل الاجتماعي عندي باص خالص. أنا ما أقصدش إنك هتخدم حد فينا. أنت هتعمل زي عبد الرحيم وإخوة تانيين. يكلفوا بمهمات محددة. هتختار منها اللي أنت عايزه. طبيخ، كنس، مسح، أي حاجة. تالي ده أحسن كتير من رميتك لوحدك في الزنزانة. ولا إيه؟ وبعدين ممكن نشوف لك طريقة تكلم بيها أهلك في الموبايل. وهكلمهم إزاي بقى؟ أوعى تقول لي إني هكلمهم من مكتب الضابط نفسه. لا لا، أنت على نياتك فعلا مش بس. أنت هتكلمهم وأنت مجعوص على سريرك. ولو عايز تكلمهم من تحت الدش ما يجراش حاجة. شفت بقى سجون مصر اتطورت إزاي؟ تقدر تعمل فيها كل اللي أنت عايزه. بس كله تمنه. يعني انتوا مالكوش حق تتحاكموا او تنفذوا قرارات افراج، ومع ذلك تقدروا تستخدموا موبايلات في قلب السجن. شفت مصر حلوه ازاي؟ ربك عامل فيها طاقات نور للعبيد والغلابه. بس خد بالك، لو حصل ان شاء الله كلمت اهلك نبه عليهم ما يجيبوش سيره لحد انك بتكلمهم من جوه السجن، لان الحكايه دي لو اتعرفت بنتقدر تقدير عجب. كلموا مين يعني؟ لا، وأهلك زمانهم هيتجننوا عشان يعرفوا انت فين. واول ما هيعرفوا هيكلموا المحامي. المحامي هيطلب اذن زياره من مصلحه السجون. مصلحه السجون هتعرف ان الخبر اتسرب من جوه السجن. عندئذ هتمرمط اداره السجن، واداره السجن هتمرمط ضباط السجن، وضباط السجن هيمرمطوا مساجين السجن، وهيسحبوا مننا الموبايلات وتبقى مصيبة. على فكرة أنا لازم أبقى واقف جنبك وأنت بتكلم أهلك، أظن ده ما يزعلش. مفيش مشكلة، بس برضه ما قلتليش أنت بتعمل كل ده ليه معايا؟ أكيد عايز حاجة. هي إيه أنا مش عارفها. ما افتكرش إنك عايز حاجة من حد بره السجن، لأنك عارف إني مش هطلع من هنا أصلا. بس برضه في حاجة أنا مش قادر أعرفها. بقول لك ايه؟ ما تقولها بقى وتجيب من الاخر. بص، انا لا عايز اتكلم في الموبايل ولا عايز اتكلم معاك من اصله، غير لما اعرف انت عايز مني ايه بالظبط. وسيبك بقى من الشويتين اللي انت قلتهم لي دول. احترم عقليتي شويه يا دكتور. ليك حق. طيب يا باشمهندس، انا عايز اثق فيك. اشمعنى؟ يعني لما بيبقى في مسجون احتياطي زيك، يعني على ذمة قضية ولسه ما اتحكمش فيها، بينقلوه في كل السجون خوفا من ان تيجي لجان من مجلس الشعب او من منظمات حقوق الانسان. ومجلس الشعب ده بينطق اصلا، ده تبعهم ولا منظمات الحقوق دي بتهمهم؟ معاك، بس التقليد لسه موجود. المسجون اللي زيك لازم يتفرغ دمه بين السجون. العبد لله اللي قدامك ده لف سجون مصر سجن سجن. الزقازيق العموم، شبين الكون، الوادي الجديد، وترى و و و ما تعدش. واستقر بي المقام ها هنا. طب والمطلوب مني لو فعلا اتنقلت من هنا؟ ابدا. هنحملك رسايل لاخواننا في السجون اللي انت هتروحها. طب وانتوا هتعرفوا السجن اللي انا هروحه منين؟ يا باشمهندس، اللي يعرف يحط موبايل في زنزانه اكيد يعرف العربيه اللي هتنقلك هتوديك انهي سجن. طب ما اللي يخليكوا تعملوا كده يخليكوا برضو تبعتوا الرسائل دي مع حد غيري. على الاقل انا ممكن اتمسك بيها وانا بتفتش. ايوه بس دي مش رسائل مكتوبه يا باشمهندس، دي رسائل شفويه. برضه الكلام ده مش داخل دماغي. في حاجة في اللي أنت بتقوله لي مش مريحاني. أنا آسف يا دكتور. للأسف مش هقدر أساعدك في اللي أنت عايزه مني. سيبني بقى في المصيبة اللي أنا فيها. أنا راجل ملوش دعوة بكل الكلام ده.
طيب يعني مش عايز تكلم اهلك في التليفون؟ على الاقل طمنهم عليك يا اخي. هو هيفرق معاهم انا في انهي سجن في ايه؟ ما هم كده كده مش هيعرفوا يزوروني. انا راضي بنصيبي. سيبوني بقى في الهم اللي انا فيه. ماشي يا باشمهندس. براحتك. بس يعني الكلام اللي دار بيننا ارجو انه يفضل ما بيننا. والا ستكون العواقب وخيمة. وهو انت قلت لي حاجة؟ انت فعلا ما قلتليش حاجة يا دكتور.